مواطنون ضد الغلاء، ومفيش غلاء اكتر من كده. مساء الفل. مساء الفل يا صباح النور. اخبارك ايه؟ زي ما انت شايف كده عملت الدنيا ايه في العيد؟ والله يعني للغلابة يعني. يعني عملنا زي كل الناس. احنا يعني انا نمت في البيت طبعا في العيد، لانه زي ما انت شفت كده كان اصدقائنا مصرين على انهم ينكدوا على الناس. على فكره الكلام انت قلته في بدايه الحلقه، حتى النكته اللي انت اثرتها بالغه الاهميه. دي حكومه عايزه تنكد على الناس وخلاص، مع ان الموضوع كان ممكن يبقى ابسط من كده. ازاي؟ يعني انت كان باقي على العيد يوم ولا يومين. طيب هنا بتتكلم على التوقيت. عديها بعد العيد، ما حبكتش يعني. هذه حكومه تستغضب الناس على الدوله. دي وجهه نظري. دكتور وليد، هل توقيت قرار اعلان زياده اسعار المحروقات تراه كخبير اقتصادي توقيت سليم ولا توقيت جنبه صواب؟ لا، هو التوقيت معلن من 3 سنوات. لا، معلن كفتره عامه. فندم الموازنه موجوده في مجلس النواب من 1/7. لا، التطبيق اصلا الموازنه الحكومه متقدمه بيها من 3 شهور، وتم تخفيض المخصصات اللي موجوده في الموازنه لدعم المحروقات، ووافق عليها اعضاء مجلس النواب، وكانت موجوده في المجلس، ويمكن تم استضافتنا والناس كلها عارفه ان تم التخصيص. كون ان هو وحصل تمهيد كتير في الصحف وفي الاعلانات، الفكره سواء كان قبل العيد او بعد العيد احنا هنزعل. وبصفه عامه التضخم في حد ذاته شيء كلنا بنزعل منه وكلنا بنتضايق، ولكن هو ظاهره عالميه موجود في الاقتصاد العالمي، لن ينتهي، وهيظل التضخم موجود في مصر وعلى كل الدنيا. يعني التوقيت اكتشافه مش فارق، الناس كانت عارفه. يعني هي القضيه كون ان هم سيبونا اسبوع او سيبونا 2 او عشان العيد. يا دكتور ده يومين بس. يومين يعني حاله تنكيد، حد عايز ينكد على حد، يعني حد متعمد يضايقك. طب ليه؟ هو بس عديها يا عم، ده يومين. ده راي شارع، راي مواطن. ما هو كون ان هناك ان احنا بنقول استنوا يومين، فكون ان شفت لما قالت له حبكة في الليلة يا عمده، ما هو ان خلاص هي قفلت. ده دليل ان يعني ايه، خلينا انا مش عايز اقول ان هو نوع من انواع الموافقه الضمنيه. يعني انا كنت كل اللي عايزه يومين. لا، خليني بدل ما اقول انا عايز يومين، خليني اطلب صح، اطلب شيء اشياء من الحكومه تفيد. انا مش عايز اطلب من الحكومه تاجل يومين، انا عايز اطلب من الحكومه واقول لها انت بتحرري الاسعار، بتحرري اسعار الوقود في برنامج ينتهي قبل بدايه 2020. لكن لما بتعمليه برنامج تامين صحي لكل المصريين، اللي هو هيبدا تجريب بمحافظه بورسعيد في 1/7 اللي جاي على 15 سنه. هو بس اتاجل شهرين حسب تصريحات وزير الصحه السابق. يعني ما هو بصرف النظر، انا عندي المده طويله جدا فيما يخص تطوير برامج 15 سنه. برامج الحمايه الاجتماعيه لابد ان تسير على نفس مستوى سرعه برنامج الاصلاح الاقتصادي. من اساسيات الاصلاح، ومن اننا طالما بحرر السلع والخدمات والمحروقات في 3 سنوات، يبقى لازم في المقابل يبقى برامج الحمايه الاجتماعيه يتم تطويرها. لا زلنا بنعاني من اساسيات الاقتصاد الحر، اننا اتحول للدعم النقدي. منتظرين ايه علشان نتحول للدعم النقدي؟ هنقوله اصل احنا بننقي البطاقات. لا يا سيدي، ما تنقيش البطاقات، حولهم دعم نقدي، يبقى نقيها بعد ما يكون نقدي. طب ما هي ايه الميزه من الدعم النقدي وهتبلغ قيمته قد ايه؟ هقول لحضرتك، لما بيكون في اعلان ان المواطن بياخد 50 جنيه تموين وبياخد 3 جنيه في اليوم 3 جنيه في اليوم خبز، هل تعلم حضرتك ان الرغيف العيش الحكومي اغلى من رغيف العيش الحر؟ الحكومي بيكلف 35 قرش. لا، ده بقى 65. 65 بعد زيادة السولار. النهارده يستطيع المواطن ان هو لو تم ان هو خد 3 في 30 ب 90 جنيه، من الممكن ان هو يوفر منهم يشتري عيش على القد. ما نسمعش كلمه اصل بياخد العيش علشان ياكل بيه الطيور، لكن كون انك هتعمله لي نقاط وبعد كده علشان ياخدوا سلع، يذهب يلاقي البقال ما عندوش غير نسكافيه وبيبسي وايه، فيضطر ان هو يجيب هذه السلع الكماليه اللي هو مش عايزها. او هتلاقي مثلا في مجال السلع التموينيه، مجال السلع التموينيه الدعم اللي موجود 50 جنيه هتلاقي بيكلف الحكومه. لو انت شفت هتلاقي سعر السكر التمويني النهائي ب
بعد إضافة الدعم عليه يكلف الحكومة أكتر. حضرتك شايف طالما في خطوات إصلاح اقتصادي اخد برامج خطوات حمايه بنفس فورة. معدل السرعه بنفس السرعه بنفس السرعه. انا عايز ننسى الدعم العيني وندخل على الدعم النقدي. حضرتك حضرتك في تصريحات بتقول ان الاسره المكونه من 4 افراد بيصل الدعم لها 1000 جنيه شهري. احنا عايزين ننقي علشان علشان نعرف نوصل الدعم للمستحقين. طيب ليه هنا في التموين ما اقولش التموين 50 جنيه للفرد كل شهر، اسره مكونه من 4 اشخاص بتاخد 200 جنيه في الشهر. تديها لها النقطه. اعملها لي تخييري، خليني في الخيار، قول لي انت النهارده تحب تاخد 200 جنيه في الشهر ولا تحب تاخدهم سلع؟ ولا تاخدهم سلع، بدل ما انا بروح اخدهم نقاط، لا قول لي انت النهارده اديني دعم نقدي وخيرني ما بينه ونقي براحتك، ولما تنقي ولما تعمل تنقيه وتحصل في التنقيه ان في حد مش مستحق ابقى طلعه من الدعم النقدي. رايك ايه في اقتراح زي ده؟ اللي هي فكره الدعم النقدي بدل من الدعم العيني.